السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتطرق إلى كيفية ربط المدونة أو الموقع بدومين ال WS أو ال WS بالمدونة. نتوجه مباشرة إلى موقع ال WS بانل لتنصيب الدومين الذي اشتريناه من هذا الموقع أو حصلنا عليه مجانا من هذا الموقع مع المدونة. بسم الله، هنا نضع اسم الزبون كليون، ايدونتيفيون كليون، الذي دائما يتكون من مثلا هكذا ال دبليو اس شرطة او مطة ثم ارقام او حروف كما هكذا، ارقام لا ادري، وهنا كلمة السر، ثم نضغط كونيكسيون يعطينا هذه الصفحة، يعطينا هذه الصفحة. نتوجه مباشرة، هو يعطينا لما ندخل يعطينا ال اكوي هون هون باللغة الإنجليزية وداش داش بور الواجهة الرسمية. من ثم ندخل هنا بعد تحصل على التأكيد بأنهم فعلوا الدومين، يظهر هنا واحد أو اثنين على حسب الدومينات الذي اشتريتموهم من هذا الموقع. نضغط على الرقم أو هنا وهنا، سوف نتوجه مباشرة إلى الواجهة واجهة التفعيل، ثم هناك خطوات بسيطة جدا. نختار الدومين الذي اشتريناه، واحد أو اثنين أو ثلاثة، نختار واحد الذي نريد أن نربطه مع المدونة. مثلا هنا اختار الاول واضغط على ادمن. هنا سوف تجدون شرطة التفعيل، علامة التفعيل، رمز التفعيل كما تحبون تقول. نضغط على ادمن، ادمن، من ثم سوف نتوجه مباشرة الى منصة التفعيل، وهي منصة ليست معقدة، منصة سهلة سهلة. عفوا على بطء الحاسوب، يوترني يوترني دائما، الحمد لله. هنا يعطينا هذه الواجهة، ننزل أسفل، ننزل أسفل، ثم نتجه إلى جيستيون دو دومين. هنا هنا مباشرة جيستيون دو دومين، نضغط عليها، سيوجهنا إلى واجهة أخرى بطبيعة الحال، والشيء شيء بديهي. نتجه هنا إلى زون دي ان اس، واللي الشيء الذي نهتم به هو الدي ان اس الذي سوف نبدله. نضغط على زون دي ان اس، ومن ثم نذهب إلى بلوجر، بلوجر الذي نريده لأخذ بعض الأكواد. نذهب إلى بلوجر بطبيعة الحال، بلوجر نذهب وننزل تحت ونضغط على بارامتر. أنا قد تم الضغط على بارامتر بازيك الذي أعطاني هذه الواجهة. الشيء الذي نريده أن نربطه هو، نذهب هنا تحت الاسم البلوجر بلوج سبوت، نذهب هنا ونضغط هنا، نضع الدومين الذي اشتريناه الذي نريد ان نربط المدونة به، نضعه هنا ونضغط انريجستري، نضغط انريجستري يعطينا هذه الاكواد www، هذا GHS جوجل، ويعطينا الكود الثاني، هذا خاص www، خاص بهذا، والأسفل خاص بالمقابل. سوف نأخذ www ونضعها هنا. نذهب إلى زون كومبلكس فور لي زيكسبير، نستبدل الـ A بـ CNAME، ونضع www هنا، ثم نعود إلى البلوجر ونأخذ
هذا المقابل دبليو دبليو اي هذا، ونضعه نكوبي ونضعه أسفل، ثم نعدل هنا أو نترك 15 دقيقة أو ساعة أو 6 ساعات، ونفعل فاليدي نؤكد، ثم يفعل ويخرج من هذه الصفحة، ثم نعود مرة أخرى ونأخذ الثاني، هذا الثاني سوف نضعه، نضع CNAME مرة أخرى، ونضع الكود الثاني هنا، هذا الكود الثاني أسفل W، نضعه هنا، ثم نأخذ الكود الطويل هذا ونضعه هنا أسفل الكود الأول، ونضغط على تفعيل Validate، من ثم يخرج الأكواد هنا، يخرج الأكواد أسفل، ثم نعود إلى زون سامبل، هذه الأولى، نعود إلى زون سامبل ونفعل بالآي بي الخاص بالبلوجر، الآي بي الخاص بالبلوجر هذا شيء آخر، لأنك لو لم تفعل الآي بي الخاص بالبلوجر سوف يبقى الدومين هكذا، و بطبيعة الحال لا يكون فيه هناك موقع، والكود الخاص بالبلوجر هو 216.239.32.21، بسم الله، ونضع فاليدي أو تفعيل، ومن ثم ننتظر ساعة أو أقل أو أكثر، ويكون بإذن الله تفعيل الموقع. وهكذا أترككم أخواتي الأعزاء، وأودعكم بالسلامة، وإذا أردتم تي لايك من فضلكم. السلام عليكم، أخوكم في الله، استودعكم إلى تيتو آخر. السلام عليكم.